يقدم لكم هذا البرنامج بمساهمة بوي. خلاه لي يا ودي، شكاين سبيكتاكل بيبدا والناس يتقارع عنا يا ودي. ماشي توالو، السلعة هنا طب، الحوايج طب، والأسعار فيري طب. وكالة ضيوف الرحمن للسياحة والأسفار تقدم لكم خدماتها الراقية لأداء مناسك الحج والعمرة، وتختار لكم أحسن المناطق السياحية داخل وخارج الوطن لقضاء عطلكم في رحلات منظمة أو فردية. فنادق فخمة وبأحسن الأسعار، شعارنا الكل يعتمر ويسافر مع ضيوف الرحمن. ضيوف الرحمن تضمن لكم عمرة روحانية وعطلة مريحة. سافر بأمان مع ضيوف الرحمن. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج ريحة البلاد. في العدد السابق نقلنا لكم أجواء تحضيرات الجالية الجزائرية المتواجدة في فرنسا لاستقبال هذا الشهر الفضيل، واليوم رايحين نتكلموا على الجانب الروحاني، واخترنا مسجد باريس كنموذج. تابعوا معنا. هنا في المقاطعة الخامسة بالعاصمة الفرنسية باريس، تعلو مئذنة مسجد باريس الكبير لتكون قبلة لمسلمي أوروبا لأداء شعائر الصلاة. شيد هذا المعلم الإسلامي من قبل مهاجري شمال إفريقيا الأوائل في فرنسا، والذين كان أغلبهم من الجزائريين، بتمويل فرنسي تكريماً للجنود المسلمين الذين دافعوا عن فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، ودشن في 15 جويلية عام 26900 بعد الألف. كمؤسسة يعني عروقها في العاصمة الجزائرية لما تكونت وتأسست في سنة 1922 في مساجد العاصمة، ومنهم المحكمة الجزائرية اللي يعني سجلت تاريخ ودستور مسجد باريس في هالمدة، يعني كاستعراف من الدولة الفرنسية لضحايا المسلمين، وفي أغلبيتهم الجزائريين اللي كانوا يعني بسبيل فرنسا دخلوا في الجيوش الفرنسيين وضحوا يعني مئات ألوف في الحرب العالمية الأول، ومنهم فرنسا يعني قررت ونوات يعني في هذه المؤسسة كمؤسسة إسلامية حرة للمسلمين، يعني استعراف الجميل والتاريخ اللي كان بين فرنسا والجزائر بصفة خاصة في 1922، ومنها الجالية الإسلامية ابتدت ك سنوات بعد سنوات تزيد، منهم المغاربة، التوانسة، الناس الصحراء، الناس الإفريقية والسنغال، وناس يعني مختلفين جاءوا يعيشوا في فرنسا. الآن يعني وصلنا إلى عدد 6 ملايين من مسلمين موجودين في فرنسا، منهم
عرب منهم غير عرب أتراك منهم إفريقيين منهم ناس الشرق ومنهم كذلك يعني معتنقين الإسلام فرنساويون أو أوروبيين موجودين يعني في هذه الملايين. و هذه الملايين من المسلمين يعني الحمد لله وبركة الله يعني أسسوا مساجد غير الآن هم أكثر من 2400 مسجد موجودة في فرنسا وما تكفيش على كل حال فيما يطلبوا من يعني الشعائر الدينية الإسلامية المسلمين في فرنسا يعني هذا الألوف من المساجد ما كفاوش على طلب المسلمين. على كل حال يوم بعد يوم الأمور راهي تكبر وراهي تزيد يعني في قوة العبادات والمناسبات الدينية اللي تعيشهم مسلمين في فرنسا كما راهم عايشين الإسلام في بلدانهم. بني هذا الصرح الإسلامي على مساحة كبيرة تقدر ب 7500 متر مربع وترتفع مئذنته إلى طول 33 متراً في المدخل الرئيسي، كما توجد حديقة ب 3500 متر مربع حيث يغلب الطابع الأندلسي على هندسته المعمارية المستوحاة من الفن الأندلسي. عقب على رئاسة المسجد عدة شخصيات بداية من قدور بن غبريت من مؤسسي مسجد باريس وأول مدير له سنة 22900 بعد الألف وصولا إلى العميد الحالي الدكتور دليل بوبكر الذي تولى أول رئاسة للمجلس الفرنسي للديانة المسلمة لدى السلطات الفرنسية. جزائري زايد في مدينة سكيكدا مدينة قسنطينة وكبرت على كل حال في العاصمة. أنا ولد العاصمة ولد الجزائر وكبرت من ناحية المرادية يعني هناك قريت بمراد رئيس وين كان طالب يقرر يعلمني يعني يحفظني القرآن الكريم وعش هذا يعني الحياة الجزائرية من وقت الربعينات حتى 67 لما كانت الثورة الجزائرية وصلت واحد الحد واحد المهمة عذبت كثير من مسلمين العاصمة وأنا منهم. إذن قرايتي قرأت كما كل مسلم في ذاك الوقت يعني قريت بالفرنسوية على كل حال القراءة واللغة العربية إلا قليل يعني في ذاك الوقت يعني كنت دائما من صغري من 4 سنين في حياتي وأنا نقرأ الفرنسية اللغة العربية إلا أولا في حفظ القرآن وثانيا في العائلة يعني الكلام بالعربية إلا من ناحية عائلية ولكن في الخارج كل شيء بالفرنسية حتى ما جيت فرنسا وكذلك فرنسا ما كنتش نقدر نتعلم اللغة العربية ولكن كل أنواع والعلوم في الكليات في المدارس بالفرنسوية وكلهم يعني وداوني حتى علوم الطب وفي سنة الستينات وليت طبيب وكطبيب يعني في المستشفى وعندي عيادة خاصة وكنت مع ابن عمي الجزائريين كثير منهم يجوا عندي والحمد لله نتعايشوا. المسلم دائما يفكر بدينه دائما يعني يخمم كيفاش يحسن حياة الإسلامية لإخواني وأخواتي وهذا الاهتمام كان ضروري للطبيب أو غيره يعني يهتم بهم. وعرفت مسجد باريس من 67 ثم أكثر من 50 أو 60 سنة وعشت
هذه الحياة الإسلامية هنا في هذه المؤسسة. أولا عرفت اللي كانوا قبلي، عرفت السادات، والدي كان عميل، ومن بعد جاء الشيخ عباس بن حسين، وجاء الشيخ هدام يعني من تلمسان، وكذلك كل العلماء اللي كانوا هنا مجتمعين وقوموا بالحياة المسلمين والظروف اللي تم هذه الحياة، يعني تعلمنا معهم الناس من شمال إفريقيا، ولكن ناس كذلك من مصر، من السعودية، من كل أقطار الإسلامية اللي دخلت يعني المسلمين في فرنسا، كلهم الآن كان معايا سفير بحرين، ونتكلموا يعني في الحالة في مسلمين بحرين، دائما تبادل هذا الشيء يعني يجمع المسلمين وغيرهم منا، عندنا اتصالات طيبة مع كل دول شمال إفريقيا، وبصفة خاصة البلدان إفريقية، السودان، السنغال، عن اتصالات طيبة جدا، وكل أسبوع وإلا كل شهر الإخوان الإفريقيين يجوا هنا يعني بالهيئات وال يعني يشاركونا، وإلا عندهم الأعياد، وإلا عندهم يعني اجتماعات هنا يعني باستمرار. إذن هذه الحياة الإسلامية مهمة في مسجد باريس، ولازم الإنسان اللي عنده قلب إسلامي وقلب جزائري وقلب يعني شهرة الإسلام، يعني باش ما يشوهوش هذا الدين وما يشوهوش يعني صورة المسلمين، يعني يهتم بها. ولوجوده في أول بلد أوروبي يضم أكبر عدد من الجالية المسلمة، تتوافد عليه كل الجاليات المسلمة لممارسة الشعائر الدينية، كما تعتمد عليه لمعرفة كل صغيرة وكبيرة، خاصة إذا تعلق الأمر بشهر رمضان المبارك. أول شرط يعني مسجد باريس يحاول باش يجمع كل المسلمين في فرنسا في وقت واحد، شهر رمضان موحد ويوم عيد موحد، وهذا الشروط يعني احنا من زمان نحاولوا باش نجمعوا الآراء الجمعيات المسلمات، المساجد، الشخصيات، وكل ما يهتم بشهر رمضان والشبان يعني باش يحضروا. والقرار اللي يصير من مسجد باريس يعني يمثل الـ ما يقرروا كل المسلمين، أول منهم الجمعيات والفيدراليات. كاينه فيدراليات، واحد الفيدرالية تمثل الأتراك، فيدرالية تمثل المغاربة، فيدرالية تمثل الإفريقيين، فيدرالية تمثل ناس التبليغ، فيدرالية تمثل ناس الاتحاد المنظمات الإسلامية UOIF وأشبه ذلك، يعني كثير من المنظمات يعني موجودة، وكل هذه المنظمات ندعيهم للشك يعني في مسجد باريس، يعني باش إن شاء الله بعد مشاورة وبعد حوار نقروا على يوم أول شهر رمضان، بعض اتصالات وبعض ما الأخبار اللي تأتينا أولا من فرنسا، من الجمعيات، من المسلمين، وثالثا من البلدان الإسلامية، وأول منهم بلاد يعني الجزائر وبلدان المملكة، مكة، مكة، الأزهر، تونس، كذا، يعطوا آراء في هذه المدة. كما تعلمون مسجد باريس كعادته دائما أنه في رمضان يعني بالنسبة للأئمة، بالنسبة للمطعم المسجدي، بالنسبة للنشاطات العميد، بالنسبة للنشاطات المعهد، كله يتغير، يتكثف العمل. عندنا بالنسبة لأول يوم يعني من رمضان ليلة الشك، وهو ليلة عظيمة جدا، العميد جزاه الله خيرا يجمع جميع
الأعضاء الجمعية والجمعيات ومجموعة من الدعاة والأئمة وعلى رأسهم أئمة مسجد باريز أملاء ويترقبوا الهلال. يترقبوا الهلال. كنا في القديم يعني من اللي كانت الظروف تساعد يعني بالنسبة للوقت الزمني كنا ننتظر الجزائر، ولكن الجزائر بما أنها تتأخر احنا نجتمع ومع الجمعيات ومع الدعاة ومع الأئمة يعني حتى نتأكد من ليلة رمضان مثلا أو ليلة إتمام شعبان. إذن والعميد يدير بيان، وكانت ليلة عظيمة جدا يجتمع فيها الناس ويترقبون، ثم بعد ذلك العميد يدير بيانات في الإذاعات سواء الإذاعة الفرنسوية أو الإذاعة العربية كإذاعة الشرق إلى آخره، والجالية تأخذ الخبر من مسجد باريز ويجعلون مسجد باريز كمرجع للجاليات جمعاء. كما يعد مسجد باريز الكبير فرصة لالتقاء كل الجاليات المسلمة خلال شهر رمضان للإفطار وأداء صلاة التراويح ومعرفة كل ما تعلق بالصوم والعبادة والإجابة عن كل التساؤلات التي تكثر خلال أيام هذا الشهر المبارك. في مسجد باريز يعني في الإفطار، في الطعام، في الصلوات، في التراويح، في كل المناسبات الدينية وغير الدينية اللي تكون يعني في تقاليد الحياة الإسلامية في شهر رمضان قوموا بها. يجوا للصلوات يعني رجال ونساء، الجامع يتعمر ما شاء الله يعني برجال بالشبان بأولاد بكل العائلات يجوا مسجد باريز، ونوصوا يعني كل المساجد يتابعين مسجد باريز. مسجد باريز ما هوش إلا واحد موحد يعني في نشاطه في شهر رمضان، عندنا مساجد كثيرة في كل جهات الفرنسية، يعني أكثر من 400 مسجد يتبعوا مسجد باريز، ونتفاهموا مع الأئمة حيث يعني نوحدوا الأنشطة، يعني نكونوا دائما في رأي واحد في وقت واحد في المغرب، في وقت واحد في الصلوات شهر رمضان، في يعني كل أوقات يعني إن شاء الله نحاولوا حتى نوحدوها. وثانيا رأينا هو نكونوا على حساب الشريعة الإسلامية اللي تطلب يعني من المسلمين يعني يصوموا ويفطروا على رؤية الرؤية، وهذا الشيء هو الأساس القرار يعني مسجد باريز الرؤية. الرؤية نصوم مع الرؤية ونفطر مع الرؤية. أما بالنسبة إلى المصلين فالمسجد يمتلئ كله في رمضان، يعني بمناجج من كل جهة يصلون رمضان. وطبعا الجزائر والحمد لله وهي مشكورة، وهذه يعني مزية كبيرة يعني من للجزائر بالنسبة للجالية أنهم يعطوهم مجموعة كبيرة من الأئمة، لأئمة التراويح، ويوزعونهم على مسجد باريز على التراب الفرنسي كامل. وهذه كانت عندها وعد صدى عظيم جدا. هذه الأئمة كلهم يأتون إلى من الجزائر ويأتون إلى المساجد ويصلون التراويح ويقرؤون القرآن، والحمد لله أن الجالية تلتف حول الإمام الجزائري وعد التفاف عظيم. أولا أنه يحفظ القرآن، ثانيا إذا كان هناك دروس يخاطبهم بلسان يفهمونه سواء بالدارجة الجزائرية أو باللغة العربية أو باللغة الفرنسية. والحمد لله أن الإمام الجزائري سواء إمام التراويح أو إمام المسجد الذي يبعث كمندوب أو كمبعوث في إطار البعثة، فالحمد لله هناك صدى جديد كبير جدا بالنسبة إلى نشاطات الأئمة. هذه من ناحية. إذن الدروس هي مكثفة من كل يوم هناك إمام عنده درس في السيرة النبوية، إمام في التفسير وفي الحديث وفي أدب الصوم إلى آخره، توعية المسلمين. صلاة التراويح نحن نمشي على الطريقة الجزائرية أننا نقرأ حزبين في كل ليلة بحيث نختم القرآن ليلة 27. ليلة 27 احنا في هذا المسجد نحاولوا يعني ليلة 27 هي ليلة عظيمة جدا، المسجد لا يغلق فيها إلا الصباح.
إلى الصباح. يأتي إلى المسجد حوالي هذا بأمر أو بمعلومة من عند الدرك وعند الشرطة، يعني حوالي يجوا حوالي 40,000 يأتوا إلى 27، يعني كل رحاب المسجد هذه تمتلئ. يعني أولا يتذكروا لل 27 وهي عندها علاقة بالحنين إلى الوطن وحنين إلى تلاحم الجالية. ولكون مسجد باريس يتواجد في أول بلد أوروبي من حيث السياحة، يكثر الإقبال عليه من طرف السائحين لإعجابهم بهندسته المعمارية وفضولهم لمعرفة الدين الإسلامي، والذي كثيراً ما تحول هذا الفضول إلى رغبة في اعتناق الإسلام. الإسلام نور، نور السماوات والأرض. يعني الإسلام ما شخص رجل أو امرأة، شاب أو كبير، يعني يدخل فيهم الإسلام ك يعني حقيقة وحياة وأمور إلهية. إذن الإنسان من طبيعته يولي يبحث عن الإسلام حتى يدخل فيه. يعني أولا الذكر الحكيم والقرآن، ومنا شيئا فشيئا يولي هو يحوس على المسلمين، هو يدخل المساجد، هو يتعلم يعني على حساب الشعائر الدينية، ما يعمل الوضوء، القواعد الإسلامية، الشهادة، الزكاة، شهر رمضان، وال يعني المفروض عليه كمسلم يعني لازم يتعلم هذه الأمور الأساسية. وثانيا يعني من القرآن نطلب منه لما يجي يستشهد هنا كمسلم، يعني نسمع منه ما هم الآيات اللي يعني يحفظهم ويقدر يصلي بهم كمسلم في فرنسا وغير فرنسا. المكتب هنا يا مكتب الشؤون الدينية، لعلكم زرتم مكتب الشيخ خالد، وهو يستقبل المعتنقين الذين يرغبون في أخذ شهادة بمناسبة دخولهم إلى الإسلام. وهذه الشهادة يحتاجونها في شيئين، أو من أجل شيئين اثنين: أول من أجل الزواج، ومن أجل الذهاب إلى الحج يستظهرونها. وهي الشهادة الوحيدة في باريس المعترف بها هي شهادة مسجد باريس. والحمد لله أن المعتنق أو الراغب في الإسلام، طبعا المكتب يطلب منه أن يحضر نفسه بحيث يحفظ الفاتحة باللغة العربية قدر المستطاع، والمعوذتين، والتشهد، ويعرف ما بصفة عامة يعني قواعد الإسلام الخمس. ثم بعد ذلك يستظهر هذا قدام الإمام وتعطى له شهادة بعد ما يدفع الصور، تدفع له شهادة يستظهرها عند الحاجة. مسجد باريس الكبير أحد المعالم الإسلامية التي بنيت في بلد أوروبي، والذي يعد فرصة لالتقاء ولم شمل كل الجاليات المسلمة. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة وي خلاها لي يا ودي. شكاين سبيكتاكل بيبدا والناس يتقارع عنا يا ودي. ما شتو والو، السلعة هنا طب، الحوايج طب، والأسعار فيري طب. وكالة ضيوف الرحمن للسياحة والأسفار.
تقدم لكم خدماتها الراقية لأداء مناسك الحج والعمرة، وتختار لكم أحسن المناطق السياحية داخل وخارج الوطن لقضاء عطلكم في رحلات منظمة أو فردية. فنادق فخمة وبأحسن الأسعار، شعارنا الكل يعتمر ويسافر مع ضيوف الرحمن. ضيوف الرحمن تضمن لكم عمرة روحانية وعطلة مريحة. سافر بأمان مع ضيوف الرحمن.